الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا القائل في كتابه وما النصر إلا من عند الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وإمامنا وأسوتنا محمد رسول الله أسمعني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته. أوصيكم إخوة الإسلام ونفسي المخطئة المذنبة بتقوى الله عز وجل وأحثكم على طاعته وأحذركم وبال عصيانه وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد إخوة الإيمان والعقيدة، إخوة الإسلام، إخوة الهجرة في سبيل الله، إخوة الشام، إخوة الكرام، ها نحن في الخطبة الأولى من شهر رمضان، فاحمدوا الله واشكروه ام بلغكم وبلغنا رمضان. في هذه الخطبه تحضرني معاني كثيره عندما استحضر تاريخ امتنا ثم استحضر حاله ابنائنا في صيامهم في تعاملهم مع رمضان، أكاد أتألم، لا بل أتألم من أعماقي تألما كثيرا. هل كان رمضان في تاريخ هذه الأمة كسلا واسترخاء ونوما إلى ما بعد العصر حتى تفوت صلاة الظهر؟ وكلنا يعلم أن فريضة يؤديها الإنسان خير من قيام رمضان كله. بعض الناس ينام طيلة النهار ليستيقظ ما قبل الغروب، وهذا شاهدته في بعض البلاد، عاينته لمسته أدركته، ولا أتقول من بنات أفكاري. يظل القوم نائمون أو يظل القوم نائمين إلى ما بعد العصر حتى تفوت صلاة الظهر، ثم يتغنون بالذهاب إلى صلاة التراويح. وما تنفع صلاة التراويح إذا فاتت الفريضة، إذا فاتنا ما افترضه الله عز وجل علينا، ما تنفع النوافل؟ نوم، كسل، استرخاء، تعطيل للحياة بكاملها، ثم في الليل طعام وشراب وحركة. غريب حال أمتنا اليوم، مسلسلات، يوتيوب، تواصل على غير ما أحل الله عز وجل عند شريحة من المسلمين. قلت وأكرر، المسلسلات تستنفر من أجل شهر رمضان، وهي في حقيقتها إنما تستنفر من أجل أن تفضل الركن الرابع
خير وعزة وصبر ودسم وإباء وكرامة ومعالي أرادها الله لنا في هذا الشهر الكريم، وأراد شياطين الإنس والجن ألا تكون وأن يكون نقيضها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمام هذا الواقع لا يسعني إلا أن أنطلق إلى تاريخنا المجيد، تاريخ أمتنا، لأسأل نفسي ونتساءل جميعا كيف كان السلف الصالح، بل كيف كانت الأمة على طول التاريخ وعرضه تعيش في رمضان. الحقيقة أن رمضان في هذه الأمة هو زمن الانتصارات، رمضان في هذه الأمة هو زمن العمل، هو زمن الصبر، هو زمن الجهاد، هو زمن الغزوات، هو زمن الفتوحات، هو زمن الانطلاق، هو زمن العزة والنصر والسرور. نعم هو كذلك وأكثر من ذلك في السنة الثانية للهجرة، في اليوم السابع عشر من رمضان، كان يوم الفرقان. ويوم الفرقان هو اليوم الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل في غزوة بدر الكبرى. يوم الفرقان يوم التقى الجمعان على ما جاء في سورة الأنفال. في السنة الثامنة للهجرة كان مفترق تاريخ أمة مكة التي كانت موطنا للأوثان والتي حاربت الإسلام وخاتم أنبياء الله وخاتم رسل الله وهذا النبي الكريم وصحبه الكرام. مكة تحولت من بلد الأوثان إلى بلد الإسلام، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولي، صارت بلدة من بلاد الإسلام وقبلة المسلمين وموئل المسلمين إلى قيام الساعة إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ونصر الله وفتحه كان بفتح مكة في العام 92 للهجرة، والسادة كان فتح الأندلس، إسبانيا والبرتغال وما حولهما وما وراءهما. في العام 102 للهجرة بعد 10 سنوات بدأت فتوحات فرنسا، بدأت فتوحات فرنسا، وصل المسلمون إلى ضواحي باريس في معركة بواتييه، بلاط الشهداء، تلك المعركة التي لولا حظ من حظوظ الدنيا أدرك المسلمين أو وقع فيه المسلمون لكانت قد فتحت أوروبا بكاملها. لكن لله حكمة أن تفتح أوروبا في زمن قادم آتٍ على يد من لا ندري، وربما يكون فتحها في رمضان. في العام 449 للهجرة على ما أذكر كانت معركة شهيرة اسمها ملاذ كرد، معروفة في التاريخ، بين المسلمين والروم. هنا في حارم، كانت معركة حارم الجبل الذي يطل على الريحانية من أرض سوريا حررها الله، كانت معركة فاصلة بين عماد الدين زنكي وبين الصليبيين. معركة حطين كانت في رمضان، تحرير القدس كانت في رمضان،
كتبنا وكتب علمائنا في شتى المجالات وليس في الشريعة وحدها لكان العالم قد تجاوز قرونا من الحضارة ولكنا الآن بعد قرون من الحضارة أزهقها هؤلاء وكان على يد المسلمين كانت نهضتها وكتابتها وصياغتها على يد المسلمين نهاية هؤلاء بداية نهاية هؤلاء كانت في معركة عين جالوت على يد سيف الله القدس أيضا في رمضان تحرير قبرص على يد المماليك في القرن التاسع للهجرة أيضا كان في رمضان بلاد النوبة جنوب مصر تم تحريرها في رمضان عمورية تلك المعركة الشهيرة التي تم فتح أرضها هنا في بلاد الترك قبل أن يشعلوا بالإسلام والإيمان في قلوب أبنائها ولله الحمد والمنة عمورية هذه كان سبب فتحها امرأة هاشمية أسيرة استصرخت فجاء الملك من بغداد يوم كانت بغداد بغداد ويوم كانت الخلافة خلافة لا أدعياء الخلافة اليوم الخلافة كانت خلافة والعدل كان عدلا والقوة كانت قوة والمناعة كانت منع في تلك الأيام جاء من يقول للمعتصم إن النجوم تقول إنك لن تنتصر فترك أقوالهم وأعرض عن تخليصاتهم وعلم أن الغيب لا يعلمه إلا الله وانطلق ووصل إلى عمورية وفتح السجن على تلك المرأة وقال هل حررك المعتصم يا أختاه فتح الفتوح هكذا كان فتح عمورية فتح الفتوح تعالى أن يحيط به نظم من الشعر أو نثر من الخطب فتح تفتح أبواب السماء إلى كم استصرخت امرأة اليوم كم حبلت بنت من بناتنا في السجون المصيرية البعثية الأسدية كم وقعت بالاغتصاب كم استصرخت كم نادت من ضمائر كم استغاثت من رجال وأقوام قادرين ربما معتصمات انطلقت من أفواه السبايا اليدن لامست آذانهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم متى كان فتح عمورية أيها السادة؟ في رمضان متى كانت عين جالوت؟ في رمضان متى كانت حطين؟ في رمضان متى كانت معركة الجسر؟ في رمضان متى ومتى ومتى ماذا أحدثكم عن رمضان؟ رمضان الذي صار شهر المسلسلات شهر الضياع شهر تضييع الأوقات شهر النوم شهر الطعام شهر الكسل الشهر الذي يستهلك فيه المسلمون ضعفي ما يستهلكون في أي شهر آخر على ما جاءت به الإحصائيات رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن تكون غزواته في رمضان استقراء تاريخ هذه الأمة يدرك به القريب والبعيد القاصي والداني أن معارك المسلمين كانت تكلل بانتصار في رمضان واليوم يدرك النظام أن رمضان ثقيل عليه ثقيل على جنوده وأذلاله ثقيل على أتباعه لأن روح الجهاد تعلو
ومن يدري لعل تحرير دمشق يكون في رمضان، لعل تحرير حلب يكون في رمضان، من يدري. لكن تذكروا كلمة واحدة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذا هو شهر رمضان، شهر صلاة التراويح، شهر العبادة، شهر الإقبال على الله، شهر صلاة الفجر. يا أيها السادة، إذا لم تقبلوا على صلاة الفجر وتقبلوا الأمة، إذا لم تقبل الأمة على صلاة الفجر كما تقبل على صلاة الجمعة، فلن يخشى أعداء هذه الأمة هذه الأمة أبدا. أقولها وأقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.